الاسماعيلي يتقدم على الاهلي بهدف لكارميلو في شوط اول متوسط المستوى. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف اراء محللنا الفنيه في احداث الشوط الاول. ارجوكم انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، رؤيه فنيه سريعه لاحداث الشوط الاول. ما فيهاش فنيات كتير يا ايمن، مباراه متوسطه جدا. هي بس الحاجه الظاهره الواضحه ان المباراه عصبيه قوي في غل زايد قوي من يعني لقيت اسماعيلي حاسس ان بيلعبوا بغل شويه، يعني مش يعني ده مش ماتش دوري. وبعدين ما شاء الله الغل ده يعني معلش انا اسف موجود فين قبل كده؟ الغل ده كان فين قبل كده؟ وبعدين لعيبه النادي الاهلي اللي عاجبني يعني حتى الاداء مش حلو قوي لكن ما فيش عصبيه، ما فيش مش مزوجين، مش ما فيش قلق، بيلعبوا. لكن الاسماعيلي بتلعب فريق كامل تماما، بيلعب عصبيه جامده قوي زي ما بقول لك يا ايمن. بتحس ان المباراه طلعت يعني الدوري عام، مش 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 مش, مش بطوله جديده. لكن الاداء ما فيهوش متعه من ناحيتين. لازم لعيبه النادي الاهلي تبقى في شويه هدوء شويه غير كده، لازم نمسك الكره شويه، ان الريتم سريع قوي. تحس ان المشكله ما فيش حد كبير في الملعب. يعني انا كنت بتمنى ان اللي حتى قلت في الاستوديو حسام حسن حتى لو ما بيستلمش كوره كتير او ما بيلعبش كتير، لكن الكلام مهم قوي خصوصا للولاد الصغيره دي. برده انا ما اقدرش احط اي عيب على الولاد الصغيره، لكن ما يكون في لعيب كبير في الملعب لازم يتكلم مع الولاد يهدي شويه، لازم يتكلم كتير قوي في الملعب اكتر ما بيجري او متحرك. لكن شوط ما فيهوش كلام كتير فني عامه. صحيح. كابتن اسامه، رايك في اداء النادي الاهلي الشوط الاول؟ مباراة يعني متوسطة، فيها هدوء كتير، لكن في محاولات على استحياء. يعني رغم ان قلنا الاسماعيلي بيلعب مكتمل العدد، لكن ما تحسش انه راكب الماتش. صح. يعني الماتش رايح جاي، بالعكس يمكن كمان لعيبة النادي الاهلي بيوصلوا في المناطق الاخيرة، بس ما فيش انهاء هجمات. يعني اكتر من كورنر من ناحية اليمين. الاسماعيلي طبعا بخبرته جاب الجون، وكان هيجيب جون في الدقيقه 43، اخطر فرصه اللي راحوا ثلاثه، وفي اعتقد شامي ريحها ل 25 اللي هي كانت سهل قوي، مصطفى كان بره الجون، كان ممكن يبقى الهدف الثاني. غير كده مفيش حاجه خطيره كبيره من النادي الاسماعيلي. في ناس عندنا بتحاول، ولكن الاطراف مش شغاله كويس قوي. يعني كريم فؤاد لازم يشتغل اكتر من كده. كريم لعيب كويس في الطرف اليمين، المفروض يشتغل اكتر من كده. زياد طارق النهارده الشوط الاولاني مش واضح، ما عملش حاجه. محمد محمود برده مش واضح، ما عملش حاجه. يمكن شويه اللي عاجبني محمد اشرف من ناحيه الشمال بيحاول، ومحمد فخري الاثنين ناحيه الشمال بيحاولوا الى حد ما، بالذات في اخر الشوط الاولاني. عمار حمدي بيجري كتير وبيقاتل، ولكن مفيش سيطره قوي على وسط الملعب. والثلاثه اللي ورا مفيش يعني خطوره كبيره، مغربي وعبد الرحمن مانو ونصير ماشيين بشكل معقول. يعني هي مباراه متوسطه مرتده، يمكن شفنا كوره او اتنين خطر جدا على ما هي الهجمات المرتده، لان خلاص انت عايز تتعادل. غلطه الجول بس يا اسامه، الخطأ الدفاع بتاع الهدف بس. طيب مفيش حاجه ثانيه. طيب. فما فيش خطوره كبيره يعني. نتمنى الخطوره يعني خطورتنا تتحسن، او الفرص تجي لنا الشوط الثاني، ونقدر نجيب هدف التعادل، ثم بقى لو قدرنا ان شاء الله المكسب. لكن ما فيش وضوح كبير بين الفرقتين، رغم ان الاسماعيلي مكتمل العدد. صحيح. كابتن عادل زمال، كابتن اسامه، الفوارق بين الفرقتين في الملعب ما تحسش انها كبيره؟ عشان كده انا سعيد بلعيبه الاهلي الشوط الاولاني رغم الخساره 1. يعني يمكن احنا شايف انه ادوا اداء كويس، اداء متميز يعني بتكلم على خبرات لسه ولاعيبه صغيره، لما يعملوا حاجه كويسه. وحتى الهدف اللي دخل يعني هدف عادي يعني، ولكن لعيبه الاهلي وصلت واللعيبه بتبذل جهد كويس وعاملين شوط مش بطال، رغم انه في احسن من كده، وان شاء الله ينزلوا الشوط الثاني ويكسبوا ويشتغلوا احسن. لكن انا الهدف اصلا من المباراه اللي انا شايفه، او من البطوله، مش عايزين نتفرع عنها، الهدف ان احنا بنجهز لعيبه صغيره، بنعمل صف ثاني، فما نستعجلش على النتيجه. فعشان كده انا ما بحبش يعني اتكلم على كنتيجه، ولكن ادائهم هيبقى كويس وافضل، ادائهم بيتحسن، وان شاء الله الشوط الثاني يعملوا حاجه كويسه. وشايف في حاجات مبشره يعني في الملعب، في محمد نصير كسيرد باك مبشر جدا، في محمد اشرف ومغربي عاملين حاجه كويسه. انا مش هتكلم عن اللعيبه الكبار، اللعيبه الكبار معروفه، في عمار حمدي وفي زياد طارق ما كانش على قد
يعني النهارده مش يعني ما اشتغلش كتير عشان بيخش لجوه شويه. حسام حسن المفترض انه يتحرك اكتر من كده ويجهز نفسه. يعني لازم ما ينفعش انك انت تبقى كبير ولازم تجر اللعيبه دي كلها يعني زي هو وكريم فؤاد وعمار ومحمد محمود. لازم يعني لازم يساعدوا اللعيبه شويه، ولكن ادائهم انا شايف ان هو في تحسن وكويسين، وان شاء الله الشوط الثاني ممكن يعملوا نتيجه كويسه. ما زلت بقول انه ممكن يعملوا حاجه كويسه النهارده ان شاء الله. كابتن بلال، شفت ازاي طريقه لعب نادي الاهلي؟ يعني واضح ان البدايه كان زي ما قلتوا حضراتكم قبل المباراه، ولكن بعد دخول الهدف لقينا ان العمليه اتغيرت وبقت في كثافه في نص ملعب الاسماعيلي كبيره جدا، وسايبين تقريبا 2 أو 3 لعيبه ورا. شوف، يمكن زي ما اتفقنا ان دي مباراه تجريبيه بالنسبه لمستر موسيماني، ومباراه للمشاهده يعني للمشاهده وللحكم وتصنيف بعض اللاعبين الناشئين ومحاولة إرجاع بعض اللعيبة الكبيرة يعني زي عمار حمدي، زي محمد محمود، زي حسام حسن، والاستفادة منهم بشكل ما أو بآخر يعني. النهاردة أنت بتتكلم في طريقة لعب النادي الأهلي، الحقيقة بالنسبة لنا إحنا مش واضحة. تمام؟ مش واضحة، إحنا مش عارفين النادي الأهلي بيلعب إزاي. هل بيلعب على الكاونتر أتاك مثلا؟ هل النهاردة الأهلي بيلعب على الاستحواذ؟ هل بيلعب على أطراف الملعب؟ هل النهاردة مثلا حتى الكرات اللي ممكن تستغلها كهجمات مرتدة سريعة ما حصلتش النهاردة. كان في 3-4 فرص كان ممكن يشكلوا خطورة على الإسماعيلي، مساحات كبيرة جدا جدا في خطوط نادي الإسماعيلي النهاردة كان ممكن تستغل واحدة أو اتنين فيها وتسجل أهداف، ما حصلتش. النهايات، التركيز في الباص، الكرة الأخيرة عندنا فيها مشاكل كتيرة جدا 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 جدا. الأهلي الشوط الثاني أو اللعيبة بقى الشوط الثاني، هتكلم على اللعيبة بشكل خاص، لأن أنت دايما المدير الفني بيدي المحاضرة وبيقول بشكل عام، لكن تنفيذ جوه الملعب دي بتعتمد على امكانيات وجوده اللعيبه وروحهم القتاليه عاليه. فرصه بالنسبه للعيبه هنكررها تاني، احنا قلناها المباراه اللي فاتت وهنقولها برده المباراه دي، وكل مباراه من كاس الرابطه هنقول القصه دي. الهدف بالنسبه للاهلي من البطوله دي المفترض انه هدف مشترك ما بين المدير الفني واداره النادي يعني، وما بين اللعيبه. انت النهارده عايز تكتشف لعيبه، بالنسبه لك تكتشف لعيبه عشان تقلل من كم الفلوس الكبيره اللي انت بتدفعها في شراء لعيبه من بره. وانت كلاعب بالنسبه لك انت مهم جدا انك تثبت نفسك في وقت ما بتتكررش فيه الحاجات دي كتير، انك تيجي لك فرصه واثنين وثلاثه واربعه انك تقول انا موجود. احنا المباراه اللي فاتت كره او اثنين عملهم زياد طارق، قعدنا هنا في الاستوديو نحلل ونقول ده لعيب وبروميسنج وعنده امكانات وعنده قدرات، لكن القدرات في الاهلي مختلفه شويه. انك تظهر في الاهلي الموضوع مختلف، مش زي الانديه الثانيه. انت ممكن تشوط شوطه في الانديه الثانيه تفضل تلعب عليها طول السنه عادي جدا، لكن في الاهلي الوضع مختلف. في الاهلي انت لازم طول ال 90 دقيقه، مش هقولك طول الماتشات، انت طول ال 90 دقيقه لازم تحسس الناس بقدراتك وامكانياتك. اللعيبه النهارده عليها مسؤوليه كبيره جدا في الملعب، انه لازم يبقى الروح القتاليه تبقى اعلى من كده، المحاولات تبقى اكتر من كده، الشراسه في الملعب تبقى اكبر من كده، ان احنا النهارده كل تقريبا معظم الكرات المشتركه مش بتاعتنا، مش بتاعت لعيبه النادي الاهلي. والموضوع مش مرتبط بسن، انت اللعيبه اللي موجوده دي اعتقد كلهم معديين 20 سنه. فالمفترض ان دي لعيبه بتلعب او في زمان يعني، احنا كنا 19 سنه وشكرا يا درجه اولى يا تمشي. النهارده عندك فرصه واثنين وثلاثه، فلازم اللعيبه الفتره اللي جايه يعني الشوط الثاني والفتره اللي جايه يبقى فيه يعني تثبت كفاءه اكتر من كده. انت بتلعب في النادي الاهلي مش في حته ثانيه. ممكن يبقى عندك شويه رهبه صغيرين، بس الرهبه خلاص الماتش اللي فات عديت من الحته دي. مش كل مباراه تبقى بالنسبه لك فيها رهبه. فرقه الاسماعيلي انا بشوف ان هي فرقه قليله من وجهه نظر الشخصيه. الاسماء كبيره على الارض يعني، اسماء كبيره لعبت ماتشات كتير ولعبت في الدوري العام بشكل كبير، ولكن على ارض الملعب مش الفرقه اللي تخوف، ما تقلقكش. مش الفرقه اللي انت تعمل لها 1000 حساب. هم بيلعبوا على لعبه واحده، التحضير ولعبوا ناحيه الشمال من ورا كريم فؤاد، وبيعتمدوا على السرعات اللي موجوده هناك من ناحيه اللفت، وبيشتغلوا عليها دايما، بيروح 2-1 ضد كريم فؤاد وبيعملوها بشكل كويس، وحتى سجلوا منها الهدف اللي جه، وفي كره ثانيه استغلوا يعني الزياده العدديه والهجمه المرتده وكان ممكن برده تسجل هدف. ولكن في المقابل هم في نص الملعب مش لعيبه كوره جامدين يعني، انا ما شفتش منهم المهارات الكبيره العاليه، لكن انت اللي مديهم فرصه انه يشتغلوا بالشكل ده. لو ابتدينا نضغط بشكل كويس الشوط الثاني، تمركزنا بشكل كويس، استغلينا الثغرات اللي موجوده والمساحات اللي موجوده عند لعيبه النادي الاسماعيلي، ممكن الاهلي يسجل اهداف ويتحول الماتش بشكل كبير لصالح النادي الاهلي. كابتن علاء، مع الكابتن بلال في احداث الشوط الثاني، النادي الاهلي لازم يضغط من البدايه على لعيبه النادي الاسماعيلي ده؟ لازم اقول الضغط لازم فيه هدوء من اللعيبه شويه. اللعيبه مشدودين خصوصا بعد ما جه فيك هدف يعني. عارف انت اللي هو 1-0 لعيب صغير مهما كان
بيتشد مع النتيجه، مش النادي الاهلي يجي فيه جول وكده، لكن لازم شويه هدوء، لازم ضغط كويس قوي، لازم تستغل الاخطاء اللي موجوده في خط فعل الاسماعيلي. كل الكلام ده هتستغله امتى يا ايمن؟ لازم تستلم الكوره، انت تمتلك الكوره، انت ما تمتلكش الكوره، لازم تتحرك شويه، لازم محمد محمود هو اللي يقوم بالمهمه دي مع عمار، لازم الكوره تبقى اكتر من لمسه واثنين وثلاثه واربعه عشان تلاقي الثغره، لكن انت ما بتعملش باصات كتير. انك انت ضغط الاسماعيلي واللي حصل في اول مباراه شد يعني اللعيبه صغيره برده ليهم عذر، اتشدوا مع المباراه 1-0 بقت عصبيه اكتر. لكن لازم اللي اتقال وقت بين الشوطين من موسيماني، لازم هدوء شويه، لازم ضغط على لعيبه الاسماعيلي واستغل الاخطاء اللي موجوده في خط الدفاع وفي نص الملعب. بنتكلم عليها بلال، مساحات كتير قوي واخطاء كتير، لكن انت مش شايف عشان انت لحد كبير عصبي شويه، رحت مع نتيجه المباراه وده مش عيب على فكره، انت معذور. لكن هنا دور محمد محمود، حسام حسن، محمد محمود في استلام الكوره واكتر واحد يقدر يمسك الكوره في نص الملعب ويلاعب الولاد الصغيرين لحد الثغره. حسام حسن لازم يتكلم مع ايه اكتر من كده، لازم يبقى فيه تواجد اكتر من كده. وان شاء الله شويه هدوء وضغط كويس قوي، اعتقد ممكن الامور او الشكل، ما تستواك من النتيجه، الشكل ان شاء الله اتغير احسن ان شاء الله. ان شاء الله باذن الكابتن اسامه. ايه اللي ما شفتوش الشوط الاولاني من النادي الاهلي لازم يحصل الشوط الثاني؟ الزياده العدديه من كريم فؤاد ومحمد اشرف، رغم ان الاطراف الزياده العدديه برده من لعيبه وسط الملعب، يعني الزياده العدديه في ال 18 مع حسام حسن مش واضحه، وانت دلوقتي مغلوب، انت مش خايف على حاجه، يعني كلنا اتكلمنا في الموضوع ده، احنا كنادي اهلي مش الموضوع هدفك انك تاخد البطوله ومحسوب عليك قوي لو الاسماعيلي كسبك بالوضع ده، فانت لازم تلعب بدون خوف وبتلعب بجراه اكتر من كده مع الناس اللي ورا، تبقى واخده بالها بس من الهجمات المرتده عشان الشامي زي ما بلال قال ناحيه الشمال هو اللي عامل قلق شويه للجنب اليمين بتاعنا. كابتن عادل، سريعا ممكن النادي الاهلي يعود للمباراه؟ المفروض ممكن بسرعات زي ما الكابتن اسامه اتكلم، سرعات الطرفين، وحسام حسن تحركاته لازم تبقى ايجابيه اكتر من كده، وزياد طارق وعمار حمدي يعملوا الضغط والزياده العاديه جوه ال 18، نقدر نعوض ونبقى كويسين ان شاء الله. كابتن بلال، سريعا ممكن مستر موسيماني يغامر ويلعب براسين حرب الشوط الثاني؟ لا، ما اعتقدش انه ممكن يلعب راسين حرب الشوط الثاني، يعني هو ممكن يدي تعليمات زياده للعيبه نص ملعب ان هم يعني سرعه التحول بسرعه، وانه يكمل مع حسام حسن ومع عمار حمدي ومع زياد طارق، يبقى في تكمله وبقى في زياده عاديه هنا في نص ملعبهم، احنا ما عندناش زياده عاديه خالص باستثناء بعض الكور بس القليله اللي بنبتدي بها الهجمه يعني. صحيح. كل التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني باذن الله. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظرونا.